السلام عليكم ورحمة الله، هذا موجز إخباري لحدث الساعة من الشروق، معكم في تقديمه حمزة عثمان. تكفل الرئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان بطائرة خاصة تنقل بحث الصقور الجدية من العاصمة الغنية أكرا لمدينة بنغازي الليبية لأداء الجولة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا تفاديا للإرهاق ولتهيئة أفضل الظروف للمنتخب السوداني ليحقق النتائج المنتظرة ويسعد الشعب السوداني. فجر خطاب قائد ميليشيا الدعم السري حمدان دقلو بشأن الأوضاع السياسية والعسكرية جدلا في المشهد السوداني وغضبا مصريا لاتهامها بقصف قواته ودعم الجيش السوداني بالمقاتلات. وقوبل الخطاب بردود فعل واسعة وتحليلات متباينة لكنها تتفق حول دخول الحرب مرحلة جديدة، في حين أشار محللون إلى أن الخطاب عكس إحباطه من التراجع العسكري والمواقف الخارجية المناهضة له، معتبرا أن الاتفاق الإطاري الذي وقعه المكون العسكري في المرحلة الانتقالية مع تحالف قوى الحرية والتغيير هو السبب في اندلاع الحرب الدائرة في البلاد. قطع والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم أن تحرير جبل موية يشكل موقعا استراتيجيا هاما لتحرير حاضرة الولاية مدينة واد مدني وكافة مدن وقرى الولاية من دنس التمرد، ممتدحا ومشيدا بالأدوار البطولية والملاحم التي خلدها المقاتلون المشاركون في معركة الكرامة، وبشر أن تحرير الولاية والقضاء على التمرد أصبح يلوح في الأفق. تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الصومال وأريتريا بالتعاون القوي لتحقيق الأمن الإقليمي، وذلك خلال قمة جمعت الرؤساء الثلاث في العاصمة الأريترية أسمرة. وقالت السلطات الصومالية في بيان لها في ختام القمة إنها ترحب بعرض مصر لنشر قوات لحفظ السلام في إطار قوة لتحقيق الاستقرار عندما يتم حل قوة الاتحاد الإفريقي الحالية في ديسمبر المقبل. قال أمير إيرواني الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن طهران لا تسعى للحرب أو التصعيد، مؤكدا في الوقت ذاته أنها ستمارس حقها في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي وستبلغ مجلس الأمن بردها المشروع. وكانت إيران أطلقت في الأول من أكتوبر حوالي 200 صاروخ على إسرائيل ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بضربة إسرائيلية في 27 سبتمبر. وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران في يوليو في عملية نسبت إلى إسرائيل. منحت جائزة نوبل للسلام اليوم الجمعة لمنظمة نيوهنينداكيو اليابانية المناهضة للأسلحة النووية، والتي تجمع ناجين من القنبلتين الذريتين اللتين ألقيتا على هيروشيما وناكازاكي اليابانية في العام 1945. وقال رئيس لجنة نوبل النرويجية لدى إعلانه اسم الفائز إن اللجنة اختارت تكريم المنظمة لجهودها المبذولة من أجل عالم خالي من الأسلحة النووية ولإثباتها عبر شهادات أن الأسلحة النووية يجب أن لا تستخدم مجددا بتاتا. موجز لأهم الأخبار قدمته لكم من قناة الشروق، إلى لقاء.